المكان الكئيب ده؟ ما احنا داخلين بيت سفاح، هو احنا داخلين بيت سهور الباب ليه؟ الفيديو ده يتشال فورا. طب ما ننزل اعتذار في السي ان ان احسن. تحليلك ايه على جرائم سفاح المترو؟ انا عندي حوار بكره مع جهه بس في علم الاجرام، وده بقى اللي هيجيب التايهه. صاحب الشاطر ما يستناش الخبر لما يجيله. امال يعمل ايه؟ يقفز على الخبر. لا امسك نفسك كده وانا بنط مع خالتي. في صوت ميه بتنقط. طبعا اذنكم انا. على فين؟ هجيب سباك واجي. يا ساده احنا قدام سفاح شايف نفسه في احدب نوتردام. لو سمحت. لو عايزين جثه عشان خاطر تشرحوها، في جثه هناك. فريش. فريش يا عم، احنا على كلها. ايه ده؟ انت هتحطني في شنطه العربيه؟ هم الصفحين بيعملوا كده. موتي. ممكن بقى اتشرف بمعرفتك. انا اسمي احمد نوتردام.